ما ما انت اللي صايد وخرب. من قال تحيي هذا؟ البار خرب انت الصيد وخطأ هذا؟ مبارك البار خرب انت الصيد وخطأ عن هذا العملاق؟ اي عن هذا وعن يده بعد عن يده. لا هاي مشكلتكم او شنو قنبلة ذرية شنو كلها كرة قدم تونا ما نفهم. انت تقول حاجة ليش ارجنتيني يفهم انت ما تفهم؟ لا قاعد ليش كويتي بس وتنشغل بينكم بينه انك انت كويتي وارجنتيني هو يفهم. انت بقول كلمة بعد على الهواء انت والله انت ما تفهم ليش انك ما قلنا ما تفهم. هاي كرة قدم احسن منه واقول غلطان ابو علي. ابو علي اقول غلطان وهي مشكلته ابو علي. انا ما اقول ما تفهم يا ابو علي. ابو علي انا قاعد اقول الحكم هذا اللي شكفي معصوم على حكم المباراه قاعدين من النوم قال تعال الحكم ولا خبره وسنين يدير وشو خبره شنو يعني معصوم على الخطا ما غلط بس ابو علي معصوم على الخطا شو نبي وشنو ملائكه. انا اقول ابو علي الفار من مساوئ البطوله. نعم بطوله ناجحه فشلتها. كم واحد قاعدين بالفار كم ستة صح؟ يعني هالستة والأرجنتيني سبعة صاروا زين هالستة أنا وأنت أحسن منهم. هالستة وين أحسن منهم؟ وين هالستة وين لكن لا لا ما عندنا لا إيه شنو؟ لا أنا أقول أرسفينجر يا جماعة رد تحليل بعد البلنتي بعد الشوط الأول. فينجر فرنسي مدرب فرنسي وفاهم فاهم كرة مو فرنسي جايبينه من الشارع فاهم كرة قال مو بلنتي عقب ما شاف قال مو بلنتي. مو بلنتي قاعد لسان فينجر مال الارسنال ادري انا شفته حضرته قال مو بلنتي وشفته منصور. ليش هذا انت قاعد تسولف مع مبارك مع خلاص سلامه لا تدري عن التحليل ولا شيء. لا والله امس لا بالليل طبعا والله لما رديت لا لا بين الجيمين بين الجيمين هو يقول بين الجيمين لا لا صليت الفجر لا 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 تسمعني على الجيمين لا لا ليش صوتك خلص سلامه والله الله قول الله ورب الكعبة. صليت الفجر وقعد شغلت التلفزيون حطيتها على 401 قعدت اطالع ولا المباراة باقي زينة واقعد ادقق عليها بالضبط. لا 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 سمعت تحليل سمعت مدرب الارسنال مو موضوعنا والله سمعت قال مو بلنتي. انا قاعد بعد الاعادة قال مو بلنتي انا بس قاعد اقول لك وكلامه صح والكلام اللي قلته